الخامسة من التلفزيون المصري. مرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان، ومرحبا بك زميلتي سارة. مرحبا بك عمرو، أهلا بحضراتكم. البداية بأهم العناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع الموقف التنفيذي لشبكة المحاور والطرق الجديدة على مستوى الجمهورية. بمشاركة شكري، اجتماع دول الجوار الليبي في الجزائر يبحث خارطة طريق لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها. الأنباء بالتفصيل من القاهرة. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع قيادات الهيئة الهندسية ورئيس الشركة الوطنية للطرق ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني لمتابعة الموقف التنفيذي لشبكة المحاور والطرق الجديدة على مستوى الجمهورية، وكذلك لمتابعة مشروع استصلاح الأراضي في شمال ووسط سيناء. ووجه الرئيس بمواصلة التنسيق والتكامل بين مختلف جهات الدولة لتعزيز الخطوات التنفيذية للمشروع القومي لتنمية وسط وشمال سيناء. كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة مجمع حديث متكامل للورش الحرفية في مدينة الأمل، والذي سيضم وحدات حرفية متخصصة للسكان مزودة بالخدمات اللازمة كافة، وذلك في إطار التطوير الشامل بمدينة الأمل. تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصنع إنتاج اللقاحات بمجمع مصانع فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر للوقوف على الإجراءات التنفيذية والتجهيزات الحالية استعدادا لبدء تشغيله خلال الفترة المقبلة. وأكد مدبولي أن الرئيس السيسي وجه الحكومة بالإسراع في تنفيذ هذا المشروع المهم، والذي يعتبر صرحا عملاقا هدفه إنتاج 8 لقاحات رئيسية تخدم المواطنين. أكبر مصنع لإنتاج اللقاحات في الشرق الأوسط وإفريقيا مجمع مصانع فاكسيرا، مساحة تقدر ب 6000 متر خصصت لإنتاج لقاحات فيروس كورونا داخل المجمع. متابعة من رئيس الوزراء لخطوات التنفيذ والشراكة والإنتاج مع توجه مصري لشراكة كبرى الشركات العالمية لنقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات وتوطينها في مصر وتحويل المجمع لمركز تصدير لإفريقيا. احنا بنتكلم على قدرة لهذا المصنع ان هو يصل الى 3 مليون جرعة في اليوم، يعني بمعدل او نصل يعني ممكن نصل الى مليار جرعة في السنة. وده الحقيقة يمكن احنا كدولة النهاردة من خلال وزارة الصحة بنتفاوض مع عدد من الشركات لكي يعني تأتي وتتشارك معنا في إنتاج اللقاح الخاص بفيروس كورونا. طبعا العدد ده مش فقط عشان يخدم مصر، ولكن عشان نقدر ان احنا من خلاله نصدر لأشقائنا في قارة أفريقيا وفي المنطقة كلها الإقليمية. وتستمر خطة مصر لمواجهة فيروس كورونا، تأكيدات من رئيس الوزراء على زيادة أعداد المواطنين من مختلف الفئات لتلقي اللقاح. احنا كدولة النهاردة وضعين خطة يعني الحقيقة صارمة جدا لموضوع توفير اللقاح لأكبر عدد ممكن من أهالينا قبل نهاية هذا العام، وأعلناها ويمكن الأولوية الأولى، ودي توجيهات فخامة الرئيس إن يعني قبل بدء العام الدراسي نكون طعامنا يعني كل يعني أعضاء هيئة التدريس وأيضا الطلبة والعاملين في الجامعات المصرية، وأيضا من ينطبق عليهم أيضا شروط تلقي اللقاح في المدارس. وبعد نجاح مصر في تخطي ثلاث موجات لفيروس كورونا ونقص ملحوظ في أعداد الإصابات الفترة الماضية والتي عادت للصعود مع تهاون البعض، أتت المناشدة والتحذير من رئيس الوزراء لكل المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية. بتوجه لكل يعني المواطنين في مصر بأن احنا ضروري الفترة القادمة ناخد بالنا يعني نتخذ كل الإجراءات الاحترازية. موضوع التباعد، موضوع الكمامة شيء أساسي جدا، وإن احنا لا نتهاون في هذه المرحلة علشان إن شاء الله الأمور يعني تبقى يعني ربنا زي ما كرمنا وتجاوزنا الموجات الثلاثة يبقى إن شاء الله برضو الفترة القادمة تمر بسلام علينا جميعا. تصنيع في مجال الأدوية والأمصال واللقاحات أمن قومي لمصر يحمي مواطنيها من استغلال أباطرة سوق الدواء العالمي، ويجعل من مصر لاعبا أساسيا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. خطوات تضع مصر على الطريق الصحيح، معامل فاكسيرا التي تمثل طفرة طبية مصرية على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا. وتأتي زيارة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة النشاط المكثف الذي يحدث داخل هذه المعامل من إنتاج للقاحات خاصة فيروس كورونا. حماد العربي، التلفزيون المصري.
كما تفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعمال توسعة ورفع كفاءة محطة معالجة مياه صرف صحي أبو رواش بالجيزة، وما تم من أعمال تتعلق بالتركيبات الميكانيكية في غرفة المضخات لأحواض المعالجة البيولوجية. وتعرف رئيس الوزراء على نتائج تجارب تشغيل الجزء الأول من المرحلة الأولى من المشروع، حيث تمت الإشارة إلى بدء أعمال التجارب في 22 من شهر يونيو الماضي، وبلغت نسبة اختبارات المعدات لهذا الجزء نحو 90%. وخلال مؤتمر صحفي أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع أعمال توسعة ورفع كفاءة معالجة مياه صرف صحي أبو رواش بالجيزة أنهى معاناة مثلت مشكلة كبيرة على مدار السنوات الماضية. وأكد مدبولي أن المحطة تعد من أكبر مشروعات الصرف الصحي ليست فقط على مستوى مصر ولكن على مستوى المنطقة بأكملها، وتعد ثاني أكبر محطة بمصر بعد محطة الجبل الأصفر. هذا المشروع من أكبر مشروعات معالجة الصرف الصحي على مستوى مش مصر بس، على مستوى المنطقة كلها. هذه المحطة هتكون تاني أكبر محطة في جمهورية مصر العربية بطاقة 1,600,000 متر مكعب في اليوم. يعني دي تعتبر هي تاني أكبر محطة بعد محطة الجبل الأصفر. وبس عشان نعرف حجمها قد إيه، نتكلم 1,600,000 متر مكعب بتخدم 9 مليون نسمة. يعني معلش احنا عارفين في دول عدد سكانها اصلا 9 مليون نسمة او اقل، يعني دي محطة ممكن تخدم دولة كاملة. التكلفة بتاعت هذه المحطة 6.2 مليار جنيه. المشروع ده الحقيقة المحطة دي كانت محطة قائمة قديمة، كانت بتعمل مجرد معالجة اولية وبترمي بعد كده المعالجة على مجموعة من المصارف، وكانت طبعا مش هو ده الشكل اللي احنا بنأمله. عشان كده يمكن المشروع الجديد ده ان احنا بنحول المعالجة الاولية للمليون ومئتين الف الى معالجة ثنائية مطورة، او اقدر اقول عليها تقريبا معالجة ثلاثية، وكمان بنضيف 400,000 متر مكعب جداد، دي من البداية معالجة ثنائية مطورة. أكد دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تيسير إجراءات حصول المستثمر الجاد على الأراضي الصناعية، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بقطاع الصناعة في هذه المرحلة. جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة موقف الأراضي الصناعية التي يحصل عليها المستثمرون، حيث شدد مدبولي على ضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات البناء والتراخيص وجميع الموافقات الحكومية اللازمة في هذا الشأن. كما أكد رئيس الوزراء ضرورة التنسيق بين جهات الولاية بشأن الأراضي الصناعية، مكلفا بعقد اجتماع دوري لمسؤول الهيئة المعنية لاستعراض طلبات الحصول على الأراضي الصناعية ودراستها والعمل على تيسير إجراءات الحصول عليها. كما طلب رئيس الوزراء مراجعة موقف الأراضي الصناعية التي سبق طرحها ومتابعة معدلة تنفيذ المشروعات المستهدف إقامتها عليها، والوقوف على مدى جدية تنفيذ برامج للتنمية على هذه الأراضي. على صعيد آخر، استقبل مصطفى مدبولي رولاند بوش الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز العالمية، وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالانتهاء من كافة التفاصيل الفنية المتعلقة بعقد إنشاء القطار السريع لما سيمثله هذا المشروع الضخم من إضافة قوية ونقلة نوعية لمنظومة النقل في مصر. هذا وقد أعرب الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز عن تطلعه لتوقيع العقد الخاص بالمشروع خلال اليومين القادمين، ليمثل إضافة محورية لمشروعات الشركة في مصر، والتي كان آخرها توقيع عقد مشروع تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر. نفى مجلس الوزراء ما تداولته بشأن تأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات ECI، والذي سيعتمد على إتاحة بيانات ومستندات للشحنة قبل الشحن ب 48 ساعة على الأقل، ويستهدف تحويل العمل الجمركي إلى منظومة استباقية، بما ينعكس على خفض معدلات زمن الإفراج والقضاء على البضائع المجهولة. ونفت وزارة المالية تلك الأنباء مشددة أنه سيتم بدء التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق لشحنات ECI اعتبارا من الأول من أكتوبر عام 2021 دون تأجيل، مع عدم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج إلى الموانئ المصرية إلا من خلال نظام ECI. ونشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل بضرورة تحري الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات.
تتواصل أعمال الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي بالعاصمة الجزائرية، وذلك بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري. ويهدف الاجتماع الذي يتواصل على مدار يومين لوضع خارطة طريق لتنظيم الانتخابات العامة المقررة في 24 من ديسمبر المقبل. من جانبه أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش تمسك جميع الأطراف الليبية بموعد الانتخابات، فيما أكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش أن المسار الأمني في بلادها هو التحدي الأكبر حاليا، مشيرة إلى أن استمرار وجود المرتزقة يشكل خطرا على ليبيا وكذلك دول الجوار. لبحث سبل مساندة ليبيا ودعمها لإنهاء أزمتها السياسية وحل الخلافات بين أطرافها وتذليل العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات العامة في موعدها المحدد، عقد بالعاصمة الجزائرية بمشاركة إفريقية وأممية الاجتماع الوزاري التشاوري لدول الجوار الليبي. توجد أهمية بالغة في أن يتوافق أعضاء ملتقى الحوار السياسي على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الوطنية المقررة في 24 ديسمبر المقبل. وأشدد على أن التلكؤ في إنجاز استحقاقات خريطة الطريق سيمثل إحباطا كبيرا للشعب الليبي الذي علق أمالا كبيرة على العملية السياسية وما تنطوي عليه من فرصة لإخراج البلد من النفق المظلم الذي دخلت إليه لأكثر من 10 سنوات. الاجتماع جاء بمشاركة وزراء الخارجية لسبع دول: مصر، تونس، السودان، تشاد ومالي، بالإضافة إلى الجزائر وليبيا، فضلا عن ممثلين عن الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة. حاولوا جميعا طرح الرؤى فيما يخص إنقاذ خارطة الطريق الأممية والعملية السياسية بدولة ليبيا. إن أصحاب المعالي من الأهم أن تقوم ليبيا والدول الجوار بإدارة الحدود، وكذلك هذه التدابير تدابير إدارة الحدود ينبغي أن تتم من خلال الالتزامات الواجبة في إطار القوانين الدولية بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون اللاجئين. ملفات عدة ناقشها اللقاء الوزاري، على رأسها جاء ملفا الانتخابات والتدخلات الأجنبية في أزمة ليبيا، بالإضافة إلى الصعوبات الأمنية والسياسية التي تحول دون تنفيذ خارطة الطريق الأممية الخاصة بليبيا وجهود توحيد المؤسسات السيادية بالدولة، إلى جانب ملف المصالحة الوطنية. نجدد الدعوة لمضافرة الجهود من أجل أو بين المؤسسات الليبية الوطنية لتعزيز وضمان استمرارية المؤسسات مؤسسات الدولة وحماية الاقتصاد الكلي. قد حان الوقت الآن لنعيد الأمور إلى نصابها حتى نتيح لليبيا أن تزدهر وتتفتق قدراتها بحيث ينعكس ذلك علينا جميعا. اجتماع يأتي انطلاقا من حرص الدول المجاورة لليبيا والمجتمع الدولي على دعم الشعب الليبي وتعزيز المساعي الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة للأوضاع في ليبيا، بما يفضي إلى تثبيت أركان الدولة وتوحيد مؤسساتها الوطنية. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري. وعلى هامش الاجتماع بحث وزير الخارجية سامح شكري مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش سبل تحريك مختلف مسارات الملف الليبي. وأوضحت الخارجية في بيان لها أن الوزيرين ناقشا أيضا سبل الدفع قدما بتحقيق تسوية سياسية شاملة تصون مقدرات الشعب الليبي وتلبي تطلعاته في الاستقرار والنماء. كما عقد شكري مباحثات مع نظيره الجزائري رمطان العمامرة تناولت العلاقات الثنائية والتنسيق حيال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. الإصرار والإرادة السياسية القوية للعمل المشترك في إطار تعزيز علاقاتنا الثنائية، ولكن أيضا في تناول التحديات التي تواجهها المنطقة. وأنا بشكر معالي المبادرة باستئناف عمل لجنة الجوار لليبيا من أجل دعم استقرار ليبيا وسيادة ليبيا والحفاظ على المقدرات الليبية للشعب الليبي الشقيق وخروجه من أزمته وفقا لقرارات مجلس الأمن مقررات مؤتمر الحوار الليبي.
وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، بعد التحية، المشاركون في الاجتماع أكدوا ضرورة الاتفاق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الليبية المقبلة. كيف تقرأ أنت أهمية هذه الخطوة لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر؟ بداية اسمح لي أن أنا أهنئ الجزائر الشقيقة على هذه المبادرة لاستئناف، وأركز على كلمة استئناف، اجتماعات مجموعة دول الجوار لليبيا. هذه الاجتماعات كانت منتظمة قبل أبريل 2019، وكانت تضم المجموعة كل من الجزائر ومصر وتونس، واستضافت القاهرة عدة اجتماعات لهذه المجموعة قبل هذا التاريخ. فعموما مبادرة طيبة أن دول الجوار الجغرافي ومن بينها مصر تستأنف العمل بهذه الآلية الهامة، والذي كان هدفها وما زال هدفها هو مساندة الجهود الدولية والإسلامية والعربية والأممية الرامية إلى إنجاح عملية التحول الديمقراطي في ليبيا. بالنسبة للانتخابات، النقطة اللي حضرتك أثرتها، مصر تتفق مع المجتمع الدولي تماما على أهمية الالتزام بالتاريخ المحدد لإجراء هذه الانتخابات، ألا وهو يوم 24 ديسمبر من العام الجاري، بإجراء انتخابات عامة وانتخابات رئاسية، وإنه الخلافات الحالية بين بعض القوى السياسية الليبية، وهي خلافات بتأتي في إطار جهود البعض في ليبيا الحفاظ على مناصبه الحالية، إن المحاولات لوضع العراقيل أمام إجراء هذه الانتخابات لا يخدم مصلحة الشعب الليبي. وبالتالي نرى أن مصر دائما بتؤكد على أهمية وضرورة الالتزام بهذا التاريخ. عموما نتمنى أن يكون هذا الاجتماع يعني هو فرصة ومفتاح لحل الخلافات بين الأطراف السياسية الليبية المختلفة. السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لك. مرحبا مجددا. رحب الكريملين باقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إقامة منطقة آمنة في العاصمة الأفغانية كابول من أجل مواصلة العمليات الإنسانية. وأوضح الكريملين أنه من المهم جدا بحث كل سبل إقامة مثل تلك المنطقة، مؤكدا ضرورة التعرف على موقف طالبان بشأن هذا المقترح. وكان الرئيس الفرنسي قد قال إن فرنسا وبريطانيا ستدعوان إلى العمل من أجل إقامة منطقة آمنة في كابول. تبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجوم الصاروخي على مطار العاصمة الأفغانية كابول. كان مسؤول أمريكي قد أعلن أن نحو 5 صواريخ أطلقت على مطار كابول قبل أن تعترضها المنظومة الأمريكية المضادة للصواريخ. وأضاف المسؤول أن التقارير الأولية لم تشر إلى سقوط ضحايا أمريكيين. يأتي ذلك غداة شن القوات الأمريكية ضربة بطائرة مسيرة في كابول مستهدفة سيارة يشتبه بأنها ملغومة وبداخلها انتحاري، بدا أنه كان في طريقه لتنفيذ هجوم على المطار. إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية بيل أوربان أن واشنطن تجري حاليا تحقيقا في مقتل مدنيين بتلك الغارة الجوية. محليا، واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون والأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد. نتابع. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع،
حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 412 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق 17 مديرية أمن، والسابق اتهمهم في العديد من القضايا أبرزها قتل، سلاح، مخدرات، سرقة. وضبط معهم 235 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة المتنوعة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 55 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 883 قطعة سلاح ناري أبرزها 137 بندقية و85 بندقية آلية و42 مسدسا و618 فرد محل الصنع وطلقات نارية مختلفة الأعيرة وعدد 95 خزينة، إضافة ل 1582 قطعة سلاح أبيض، كما تم ضبط 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 455,250 حكما قضائيا بإجمالي 38,385 متهما، من بينها 1,811 حكم جناية، 170,597 حكم حبس، 216,830 حكم غرامة، 64,212 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 16 تشكيلا عصابيا ضموا 46 متهما قاموا بارتكاب 77 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 63 حادث متنوع ما بين قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 92 متهما. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1470 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1598 متهما وبحوزتهم أكثر من 277 كيلوغرام من مخدر الحشيش وقرابة 266 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من 43.5 كيلوغرام، إضافة إلى ما يزيد على 16 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وعدد 44,276 قرص مخدر متنوع. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 33 مليون جنيه تقريبا. أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير عمق العلاقات بين مصر وفرنسا والتعاون التاريخية والحالية المثمرة في مجال النقل. جاء ذلك خلال استقبال الوزير السفيرة الفرنسية بالقاهرة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر. من جانبه أعرب السفير الفرنسي عن اعتزازه وتقديره للقيادة السياسية في مصر وللشعب المصري صديق، مشيدا بتعاون المثمر بين الجانبين في المجالات كافة خلال الأعوام الماضية، ومنها قطاع النقل الذي شهد تطورا كبيرا ونقلة نوعية كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، نظمت وزارة الزراعة قافلة بيطرية مجانية في قرى محافظة المنوفية، تم خلالها فحص وعلاج وتحصين 59 ألف رأس ماشية مجانا لصغار المزارعين. وتأتي تلك القافلة تماشيا مع سياسة مركز البحوث الزراعية لتوسيع قاعدة المستفيدين من نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى صغار المزارعين والمربين. كما أكد لواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن الدولة تسعى لاستعادة الوجه الحضري للأقصر وتحقيق التنسيق الحضري للمباني ورفع كفاءتها وتطويرها لتكون في أبهى وأجمل صورة. جاء ذلك خلال تفقد شعراوي للمشروعات الجاري تطويرها بمحيط طريق المطار والمعابد وطريق الكباش، تمهيدا لافتتاحه في احتفالية كبرى. ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ كافة المشروعات الجارية لسرعة الانتهاء منها وفقا للخطط التي تم وضعها. ووجه شعراوي بالاهتمام بأعمال الهوية البصرية في جميع الأعمال الخاصة بطلاء المنازل والواجهات وكذلك الميادين. ختام نشرة الخامسة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع الموقف التنفيذي لشبكة المحاور والطرق الجديدة على مستوى الجمهورية. بمشاركة شكري اجتماع دول الجوار الليبي في الجزائر يبحث خارطة طريق لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها. masbiru.eg عنواننا الإلكتروني. شكرا لكم وإلى اللقاء. في أمان الله.